كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، فجعل العلة في الأمر بالجلوس الإيذاء، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس فإنه يوم الجمعة، قال اجلس فقد آذيت. إذن متى حصل الإيذاء فإن الإنسان ينهى عن تخطي الرقاب. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما لم يجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله أن يتخطى، فهمت؟ يعني مثلا الإنسان وجد في الصف الأول فرجة ما فيها أحد فله أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة. وعلّوا ذلك رحمه الله بأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون بأن إيش؟ يسدوا الخلل، فإذا لم يسدوه فهم الذين جنوا على أنفسهم. لكن في نفسي من هذا الشيء في الواقع، لأن الرجل الذي رآه الرسول يتخطى لأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى ما أظن أنه يتخطى إلا لفرجة يصل إليها، لا أظن أنه يتخطى ليجل يشوف هل هناك مكان. فالظاهر أن النهي عن التخطي عام سواء كان هناك فرجة أم لم يكن.